كوكو، السلام عليكم خاوتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. الف مليون مليار نعمه كما العاده معكم سيدي فازيون في فيديو جديد. اليوم هذا الاسبوع خرج الرانكينج الجديد تاع اقوى جوازات سفر في العالم، وما راحين تتخيلوا شنو هو اقوى جواز سفر في العالم. راح ان شاء الله نديكم الحاسوب ونوريكم كاع الخمسه ولا العشر الاوائل الاقوى جوازات سفر. المهم انتم ما عليكم غير تدعمونا باللايك بالكومنتار، وعن قريب ان شاء الله واذا حبيتوا انتم راح ندير لكم الفرق بين جواز الجزائري المغربي والتونسي تاع الثلاثه تاع المغرب العربي. المهم توكلوا على ربي كما العاده، توحشتكم كاع، مازال راح يجي جديد ان شاء الله. بسم الله خوتي، كيما راكو تشوفو رانا دخلنا لهنايا لاندي بارتنر، هذا باسبور اندكس كيما راكو تشوفو. هنا رانا في الجلوبال رانكينغ، هذا جلوبال رانكينغ 2018-2018. والله هذا هو اليابان، هو اول في التصنيف هذايا في الرانك هذايا 2018، وصل ليكون احسن واقوى جواز في العالم اللي يسمح للناس المواطنين تاعو اللي يزورو 189 بلد. في المركز الثاني جاء ألمانيا والسنغافورة، سنغافورة ب 188 بلد يقدروا يزوروا. في المركز الثالث كان بزاف بلدان كما راكم تشوفون لهنا معايا، كان الدنمارك، كان فيرلندا تاني في المركز الثالث، كان فرنسا، كان إيطاليا، كان السويد، إسبانيا، كوريا الجنوبية، هادو هما قاع. يعني كان 1 2 3 4 5 6 7، كان 7 بلدان في المركز الثالث اللي يسمحوا المواطنين تاعهم يدخلوا 187 بلاد، بزاف. وبعد ذلك كاين المركز الرابع اللي تقاسموه النرويج، يونايتد كينغدوم، المملكة المتحدة، أوستريا، النمسا، لوكسمبورغ، النيدرلاندز، هولندا، والبرتغال تانيك، والامريكان، الولايات المتحده الامريكيه. هادو كاع في المركز الرابع ب 186 بلد كما راكم تشوفوا. شحال كاين هنا؟ 1 2 3 4 5 6 7، كيف 7 7. المركز الثالث والرابع معمرين. ومن بعد هذيك في المركز الخامس كاين بلجيكا، كاين سويسرلاند، كاين سويسرا، ايرلند، كندا، هادو كاع في المركز كيما قلت لكم المركز الخامس ب 185 بلد. ومن بعد هذيك وهكذا يكمل أستراليا، غريس، نيوزيلاند، تشيك ريبوبليك، لا، كاين غير في المركز السادس، سامحوني، كاين غير أستراليا وغريس. في المركز السابع كاين نيوزيلاند، تشيك ريبوبليك، مالطا، هذا مكان. ومن بعد في المركز الثامن كاين غير أيسلند وحدها، لا هونغرين المجر، هادي المركز التاسع، سلوفينيا في المركز الثاني التاسع هي وماليزيا. المركز العاشر كاين سلوفينيا، لاتفيا، لا ليتونيا، وخلاص هادو هما قاعد يسمحوا حتى 179 بلاد. راكم تشوفوا من ما بين المركز العاشر حتى المركز الاول ما كانش بزاف فرق، كاين غير 10 بلدان، ممكن العشر بلدان هذه ما تكونش مهمه. كما راكم شفتوني وريت لكم الرانكينغ تاع العشرة الاوائل، درك راني حاب نديكم الامبروف ماي باسبورت. شوفوا هذا الجواز الجزائري، حبيت نوري لكم برك عندنا 50 ديستنيشن فري اكسس، يعني نقدر ندخلوا 50 بلد. دوك ما ندير لكم واحد يكون خاص وحده للجواز الجزائري، الجواز المغربي، والجواز التونسي. اي والله هنا كاين كومبار باسبورت، يعني راح نديرو نكومباريو تصنيف تاع الجواز تاع ليبيا، يسمح 141 بلد، 158 هذا تاع موريتانيا، هذا تاع تونس 66 بلاد، تاع المملكة المغربية 61، الجزائر 50 كما قلت لكم. شوف الجزائر راهو في المركز 85 هاد السنة، المغرب يفوتنا ب10 مراكز، تونس تفوتنا ب 15 مركز، هذا فاتونا ب 8، وهادو ما حنا فتناهم دولة ليبيا.
المهم هادو يوم من الايام راح ندير لكم فيديو خاص كيما قلتكم على هاد الخمس جوازات ونقول لكم وين يسمح لنا الجواز الجزائري والمغربي والتونسي نقدروا ندخلوا. في الفيديو الجاي ما حاش ندخل فيه لا موريتانيا لا ليبيا، ندير غير ثلاثة جوازات هادوما. المهم راح نشوفوا دوك الجوازات العرب وين راهم. هذا احسن مركز اللي احتلته الجزائر هي المركز 73 في 2006. اكو تشوفوا في 2006 وصلنا حتى المركز 73. شوفوا المغربي وشحال اوصل. احسن رتبة كان تاني في 2006 كان 66، المركز 66. وتونس كان كما راكم تشوفوا تونس تاني كان في المركز 58 في 2009. لا اي والله هذا هو 2009. المهم دوك نزيدو نديرو شوفوا جلوبال وين نروحو لهنايا. هادو هما كيما قلت لكم احسن جوازات سفر توب اند بوتوم 5 ان افريكا. هادو هما الاحسن جوازات في افريقيا في 2018. في 2018 في افريقيا الجزائر المغرب وتونس ما راناش في المراكز الاولى. شوفوا المركز الاول داتو سيشل في المركز 24 يسمح للبلاد هذو 151 بلاد. مليح هذا الجواز هذا. ومن بعد هذيك كاين موريتوس هذا يسمح لبلادهم 145 ثاني مليح. ساوث افريكا جنوب افريقيا المركز 50 102 بلدان كما راكم تشوفوا. بوتسوانا 60 181 بلاد. ومن بعد هذيك كاين ناميبيا يخلي بلادهم يدخلوا 76. المراكز الاخيره كما راهو باين هنايا الكونغو هاو يسمح لك 43 مانيش بعد عليهم. مالك المراكز الاخيره ها هما يسمحوا لبلادهم 43، الجزائر يسمحوا لنا 50 كيف تونس والمغرب تاني قريب. حنا رانا قريب في المراكز الاخيره في افريقيا. اثيوبيا 42 المركز 92 93 94 حتى 99 كما راكم تشوفوا. ليبيا والسودان اريتريا والسودان جنوب السودان والسودان صوماليا و هاكو شفتوا معنا. دوك نزيد نوري لكم هادو ما اللي تغيروا اللي تحسنوا شويه في المراكز في هاد 2018. غينيا سيريليون غابون غينيا اكواتوريال هادو سمحوا لهم 9 بلدان 7 بلدان 6 بلدان باش يدخلوا فري بلا تاشيره كما يقولوا. والله واش نزيد نوري لكم هنايا دقيقه برك. هادو ما البلدان اللي هاد العام ربحوا بزاف بلدان يخلوهم يدخلوا بلا تاشيرات اللي هي اوكرانيا جورجيا خلوها نحاولها 19 تاشيره والصين 17 هاد العام. حتى وين وصلوا الصين يقدروا يدخلوا 70 بلد راكم تشوفوا هنا واش كاين. السودان تاتان اليمن باكستان هادو هما اسوا الجوازات السفر تاع هاد العام. السودان يخليهم يدخلوا 39 بلاد، اليمن 37، باكستان 33، صوماليا وسوريا 32 بلد، افغانستان العراق 30 بلد. هادو هما المراكز الاخيره. المراكز الاولى راني قلت لكم مقبل دوك نزيد نوري لكم شوفوا جلوبال جرافيت شوفوا ميدل ليست نشوفوا الميدل ليست على العرب ثانيك. العرب الاول كاع الجواز الاول اقوى جواز العرب الاول هو الامارات او في المركز 23 يخلي بلادهم يدخلوا حتى 154 بلاد كما راكم تشوفوه. هذه التركي خاطينا. الكويت ثاني بلاد العرب يخلوا يدخلوا 93 بلاد. ومن بعد كاين قطر يعني اقوى ثلاث جوازات العرب هما الامارات الكويت والقطر. ايوا هاو الامارات سمحوا له هذا العام 15 بلاد بلا تاشيره نحاولوا هذا العام. اوبا كاريبيان ميدل ليست هذا مكان. هذا واش حبيت نوري لكم. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، واذا عجبكم اكتبوا لنا في التعليق ان شاء الله نزيد لكم واحد يكون خاص بالجزائري والمغربي والتونسي.
اتهلاو في روحكم دوك نزيد نخرج لكم من هنا. يلا كما شفتوا خاوتي هذا هو كان الرانكينج تاع اليوم، هذا هو الفيديو تاع اليوم، وهذا هو الرانكينج اللي اختاروه. ان شاء الله يكون عجبكم كما العاده. زهونا باللايك بالكومنتار. يلا تشاو.